السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي سلسلة ديال لي زاسيد اميني لي زيكزيرسيس دابليكاسيون ديال لي زاسيد اميني. ومعكم عبد الهادي الزنوحي. دونك كنكملو بارتي ديال الكروماتوغرافي ايشونجوز ديو، خدمنا في ليكزيرسيسات على واحد ليكزيرسيس، ها هو خليت نفس ليكزيرسيس، هذا هو ليكزيرسيس دو رابيل، تلقاو الفيديو ديالو في الديسكريبسيون مع لا سوليسيون. دونك وخليت نفس ليكزيرسيس بثلث غا البي اش في ليكزيرسيس اللي قبل خدمنا بي اش 2، دابا غنخدمو بي اش 14 وغادي نبقاو نقصوه جوسكا اريفي البي اش 4. دونك خليت نفس لي دوني. البرانسيب ديال كروماتوغرافي ايشونج ديون دانيون تكاتيوم غادي نرجع ليه دابا حيت ديجا درتو، وديجا تلقاو الفيديو ديال الكور في الديسكريبسيون. ونبداو على بركة الله. دونك عندنا ابي اش 14، هاد ابي اش 14 شنو غيكون عندنا بالنسبة للجلوتامين؟ دونك عندو بي اش اي ايكال 3.22 انفيريور ا 14. دونك اسيد جلوتاميك غيكون شارجي نيجاتيفمون. اللوسين نفس الشيء 5.98 انفيريور ا 14. لوسين ديزول على الكتابة حيت كنزرب و تا هاد الروجيستر ما معاونيش. دونك 9.74 انفيريور ا 14. دونك ليزين شارجي نيجاتيفمون. نفس الشيء عندنا كروماتوغرافي ايشونجوز دانيو، دونك شارجي نيجاتيفمون، دونك ils seront retenus. Les trois acides aminés seront retenus. لحد هنا متفقين. دونك شنو قال لك؟ قال لك من بي اش 14 نبقاو هابطين حتى البي اش 4. دونك عندنا بي اش 14 نبقاو هابطين حتى البي اش 4. دونك هذه هي ليفوليسيون البي اش ديالنا. دونك عندنا اون فوا البي اش، حنا بدينا ب 14 غيبقى هابط البي اش، اون فوا بي اش طومبون غيولي انفيريور 9.74. دونك ليزين غيولي ليزين، حيت غيولي البي اش ديالو سوبيريور، البي اش ديالو سوبيريور البي اش طومبون، دونك غيولي شارجي بوزيتيفمون. دونك شنو غيوقع ليه؟ اليسيون غيولي شارجي بوزيتيفمون، دونك غيتطلق من لا كولون و غينزل. عاوتاني البي اش غيبقى هابط، عاوتاني اون فوا البي اش طومبون غيولي انفيريور 5.98. شنو غيولي عندنا؟ اللوسين شارجي بوزيتيفمون، دونك تا هو غيوقع ليه اليسيون. مي هنايا فين قال لك غنوصلوها غير حد بي اش 4. دونك بي اش 4 غيبقى ديجا تا لاسيد غليتاميك. دونك ا بي اش 4 لاسيد غليتاميك غيبقى شارجي نيجاتيفمون، دونك غيبقى روتوني. وباش نجاوبو على الكيسيون قال لك كي سون لي اسيد امينيك ulié et dans quel ordre. Donc l'ordre d'élution on voit lysine suivie de la leucine. Donc on a lysine suivie de la leucine. Adieu la réponse. دابا نديرو كيما درنا في ليكزيرسيس اللي قبل، غنخليو نفس لي دوني ونبدلو. انا ردو هادي ردو ايشونجوز كاتيون ونخليو بي اش 14. دونك ا بي اش 14 هنايا عندنا ايشونجوز دو كاتيون
APH 14 qui connaît les acides aminés diaona qui connaît que l'on charge négativement. Donc maintenant les ions moins le CN moins et l'acide glutamique moins. D'avoir le mélange d'une colonne chargée négativement. Donc, les trois chargés négativement. Donc, on a échangeuse de cations. L'échangeuse de cations, on a chargé positivement. Donc, aucun acide aminé. Aucun acide aminé ne sera retenu. Tout là. L'encadre angolo, tous les acides aminés seront oubliés. Ou هذا هو الاكزيرسيس ديالنا. دونك هاني اكدت على نفس الاكزيرسيس, خليت نفس لي دوني, لعبت غير بالبي اش, بدلت لا كولون, تيبت لا كولون سواء شانجوز دانيون سواء شانجوز كاتيون باش نقرب لكم هاد التيب كروماتوغرافي, وان شاء الله نتمنى انكم تفهموه وتضبطوه مزيان اترافيغ لي دو زيكزيرسيس. ونشوفو ان شاء الله في لي زيكزيرسيس الجايين اللي غنهضرو فيهم على الالكتروفوريز, وغيكونوا هما لي ديرنيير اكزيرسيس ديالنا في هاد لا سيري ديال لي زاسيد امينيه.